في أهم قضية شاغلة الرأي العام، ومش بس الرأي العام المصري ولكن العالم كله بيتحدث عن موضوع قضية ريجيني. معانا ومع حضراتكم دكتور أيمن سمير، متخصص في العلاقات الخارجية. دكتور أيمن، برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك وبكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طيب، إحنا النهاردة السؤال اللي بيطرح نفسه طبعا قبل ما نقول يعني التعامل مع القضية دي كان شكله إيه، لكن الوفد اللي هو المفروض إنه وصل النهاردة، علشان الوفد من النيابة العامة والشرطة عشان يلتقي مع أيضا أعضاء من النيابة العامة في إيطاليا، ماذا تتوقع إنه ممكن يتم، يعني تقديم إيه اللي ممكن يتقدم للجانب الإيطالي؟ هو أولا يعني هذا الوفد بيأتي في إطار يعني التعاون المصري الإيطالي للكشف عن من يعني وراء قتل الأكاديمي والطالب بريجيني. معروف أن الرئيس السيسي كان وجه كل الأجهزة المعنية سواء في الشرطة أو في النيابة العامة أو في كافة قطاعات الدولة بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وكان منذ اللحظة الأولى في أكثر من وفد إيطالي، سواء كان وفد من المحققين او من الشرطه الايطاليه او من القضاء الايطالي او من جهه النائب العام الايطالي. وبالتالي الهدف الرئيسي لهذه الزياره اليوم هو يعني اطلاع الجانب الايطالي على اخر المعلومات واخر يعني ما توصل اليه الجانب المصري فيما يتعلق بقضيه الطالب الايطالي. لكن في الواقع يعني هذه الزياره تاتي في جو مشحون للغايه، خصوصا بعد ان عقدت اسره ريجيني وتحديدا والدته مؤتمر صحفي وتحدثت فيه بكلمات يعني عاطفيه مؤثره للغايه، ادت الى ان الراي العام الايطالي يضغط على الحكومه الايطاليه، وبالتالي هو ما ادى بوزير الخارجيه الايطالي ان يذهب الى البرلمان ويقول انه سوف يتم اتخاذ اجراء يعني ضد الدوله المصريه او مع مصر اذا لم يتم يعني قبل الكشف عن ملابسات قتل ريجيني. طبعا من ناحيه الشعب المصري، حتى من الناحيه الشعبيه بعيدا عن الناحيه الرسميه، هناك تعاطف كبير مع اسره ريجيني ومع اسره ومع الشعب الايطالي، وانا اعتقد ان كثير من المصريين شعروا بانهم يعني جرحوا كما جرحت اسره ريجيني، وبالتالي الجميع يتمنى أن يتم الكشف عن قتلة ريجيني في أقرب وقت حتى يعني تنجلي هذه القضية، لأن هذه القضية بالفعل يعني كان لها يعني دور أو لها أثر سلبي كبير جدا على صورة مصر في الخارج. يمكن حضراتكم تابعتوا التقرير أو البيان اللي صدر عن الاتحاد الأوروبي، ويعني وجه لوم كبير جدا لمصر وللدولة المصرية. الدولة المصرية بتنفي أي علاقة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني سواء الشرطة المصرية أو أي جهاز في الدولة المصرية بقتل الريجيني، وأنها الرئيس تحدث لإحدى الصحف الإيطالية وساعة الانتشار وأكد أنه سوف يتم الكشف قريبا عن قتلة ريجيني. برضو الرئيس أشار إلى وجود فكرة المؤامرة في قتل ريجيني على الدولة المصرية عندما قال في آخر خطاب يعني كبير له بأن الذين أسقطوا الطائرة الروسية كانوا يهدفوا لهدم العلاقات المصرية الروسية، وأيضا الذين قتلوا الشاب الإيطالي يهدفوا إلى الإضرار بالعلاقات الاقتصادية والسياسية المتميزة بين مصر وإيطاليا، باعتبار إيطاليا هي الدولة المستثمرة الأولى أوروبيا في السوق المصري، وهناك علاقات طيبة للغاية في الجانب السياسي والجانب الشعبي، وبالتالي يعني واضح استهداف هذه العلاقات الإيجابية والطيبة للغاية من الذين يعني قتلوا ريجيني. لكن في كل الأحوال هناك يعني تفهم مصري لهذا الغضب الإيطالي، هناك شعور بالألم في الشارع المصري كما هو شعور بالألم في الشارع الإيطالي، وبالتالي أعتقد أن الخروج من هذه الأزمة لن يكون إلا بطريق واحد، هو الكشف عن من قتل الريجيني، لأن أي شيء آخر، أي التفاف حول الحقيقة، أي محاولة للتفسير حتى لو كانت بحسن نية أو بهدف إرضاء أو حتى تبريد نار الأسرة الريجيني لن تأتي بنتيجة، وبالتالي أنا أنصح الدولة المصرية وأعتقد أن الدولة المصرية بتعمل على ذلك هو الكشف عن من قتل الريجيني في أقرب وقت. نأمل الحقيقة يا أستاذ أيمن، لأنه يا دكتور أيمن، لأنه الحقيقة الوضع كده يعني طول جدا، وفي نفس الوقت يعني إنه الروايات الكتيرة والكلام اللي كان بيتنشر في الإعلام من أمور وأكاذيب بعد كده، يعني زي الشاهد اللي راح شهد بإنه هو شافه بيتخانق وبعدين اتقال بعد كده إن دي شهادته طبعا باطلة، كل الحاجات دي أثرت، يعني معطيات برضو موجودة كده. بالتأكيد أنا قلت لحضرتك ترامون
ان هذا الكلام يعني اثر بشكل كبير للغايه، وان السيناريو الوحيد اللي الخروج من هذه الازمه هو الكشف عن قتل الرجيم ومعاقبته باشد العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري. هذا نعم. حق اسره رجيمي، هذا حق الشعب الايطالي، وايضا حق الشعب المصري وحق صحيح. الدوله المصريه، لان هذه الحادثه اضرت بصوره مصر واضرت بالاقتصاد المصري واضرت بالاستثمارات المصريه. نعم. وهناك ضغوط على شركه اينا الايطاليه للانسحاب من استثماراتها من مصر. كل هذا يؤكد ان على الجميع ان يتكاتف من اجل الكشف عن هذه القضيه. طبعا طبعا نأمل أنه فعلا يتم الرضاء من الجانب الإيطالي عن ما سيقدمه الوفد اللي وصل بالفعل إلى إيطاليا، وبنأمل أنه بالفعل يكون زي ما حضرتك ذكرت أنه الحقيقة والتعهد ب يعني كشف النقاب عن من قتل روجيني، وأيضا يعني ده هيكون في صالح الطرفين، المعاملات المصرية الإيطالية وأيضا هيكون في صالح مصر واستثماراتها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير، متخصص في العلاقات الخارجية.